نجح لكن كرة تنقطع. يونس علي يودي كرة في جهة اليسار لفابيو سيزار. فابيو سيزار في محاولة مرور يحصل على مخالفة ضربة حرة من كايو جونيور. مدرب الغرافة احتج على القرعة بأن يلعب المتصدر ضد الفريق الخامس. للغرافة الآن موجودة في هذه المباراة أسماء تبقى في اختيارات. تلعب الكرة في جهة اليسار. عودة يبعث بالروح للاعبين الآن مع الدقائق الملعوبة وضربة زاوية عن طريق فابيو سيزار إلى منطقة الجزاء براسية من الجهة اليسار. تتنفذ الرمية الجانبية لفابيو سيزار. يلعب كرة عرضية لعماد الحوسري بعد الكرة مبعدة برصالح الريان الذي يفتقد. ونعود لنذكر بأنه يفتقد لكثير من الأسماء في هذه المباراة. مثلا 20 ولعت بعد دقيقة 20. الآن كرة ملعوبة ساقطة ثم صبح يتقدم. صبح يمرر كرة لليسار فابيو سيزر بالدفاع الغرافة. عودة من جديد عبد الله عفيفة يصلح كرة في جهة اليسرى. الآن هجوم من فابيو سيزار يعطي كرة لعماد الحوسري ثم فابيو سيزار يمرر كرة إلى مقابل ثلاث ضربات الجزاء سجلت واحدة منها للريان فاز بها أمام السيلية. هذه كرة ملعوبة في جهة اليسار ملعوبة عرضية كرة ولملم ألوانه أحمر كالدم وسواد فيه هيبة الليل. أحمر كالدم وسواد فيه هيبة الليل وهيبة المهيب وهيبة الأسود وهدف التعادل من سيد البشير. يقلب الأوراق يغير التوقعات وكرة لسيد البشير الزلزال الرياني. يونس علي يمرر إلى فابيو سيزار مرت لسيد البشير وسيد البشير إلى سيزار. قاسم برهان اقتلبت الأمور. على هل فيها استمرارية للأشواط الإضافية والوصول إلى ركلات ترجيح؟ حتى الآن لم يحدث ذلك إلا مرة واحدة. هذه كرة في الجهة اليسرى الرافة الآن ذلك نرصد فابيو سيزار مع الكرة حابسة الأنفاس. وفابيو سيزار عند ضربة حرة مباشرة مخالفة للريان ملعوبة عادت لازالت خطرة داخل المنطقة بعد جمهور الغرافة يتنفس الصعداء. جمهور الغرافة بعد هذه الكرة يتنفس الصعداء. قلت لك في بعض الأحيان ممكن أن يصنع ما لا يصنع جونينيو في بعض الكرات. مسافة قصيرة عن راس سيد البشير كانت الكرة الماضية. رمية جانبية مستمر المباراة ما زالت سجالة مستمر بالتالي ممكن هدف يكون باللحظات الأخيرة. كرة لعماد الحوسري لعبة عرضية وفا